الثالث من أركان الإيمان. سيام للركن كان إيمان. الإيمان بالكتب. باور هنان وإيمان هنان بكتابة كان. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. باور ما بها مكتبة كان هي كلا عسمان ودا بزيون. ونؤمن بأنها كلام الله تكلم الله سبحانه وتعالى بها حقيقة. باور ما وياك كأوانيق سيخواي جوران بحقيقة سيام بيك الجو. منزلة غير مخلوقة. دا بزيو ودروس كراونية. الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. خواي جوران لا قال هم وبيغمبريك دا. كتابي كداية وزندوة. نؤمن بجميع الكتب. باورمان بها مو كتابة كان هي. وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. وبونا وانيك خواي جورا فيري كردوين. وأخبارها. وهوالا كانيان. وأحكامها. وحكم كانيان. وأن القرآن نسخ هذه الكتب. وقرآن هم أو كتاباني نسخ كردوة توا. نؤمن بهذه الكتب. باورمان بو كتابانا هي. لكن لا نطالع ما فيها. بلام تماشاي ناقي بزام شي تلاقي. نطالع فقط ما جاء في القرآن والسنة. تنها تماشى يواكين كلا قرآن والسنة دعاتون.